مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله خلال ايام هذا الاسبوع ستكون الاجواء ما بين صيفيه عاديه الى حاره نسبيا. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشره الجويه تاتيكم بالاشتراك مع سي اف اي المناصير للزيوت والمحروقات شركه بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وانفينيتي في الاردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكه لخدمتكم المهنيه للاستثمارات العقاريه والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا اهلا وسهلا بكم مره اخرى نستعرض سويا الاحوال الجويه المتوقعه خلال ايام هذا الاسبوع بدءا من يوم الاثنين حيث تكون يوم الاثنين الاجواء ما بين صيفيه عاديه الى حاره نسبيا يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 33 والصغرى 21، المرتفعات الوسطى 32 إلى 21، المرتفعات الجنوبية 30 إلى 20، الأغوار والبحر الميت بحدود 39 إلى 27، وكذلك خليج العقبة على الأقل ما بين 36 إلى 39 العظمى المتوقعة والصغرى 25 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا 34 إلى 22 والمنطقة الشرقية 36 إلى 25 درجة مئوية يوم الثلاثاء ارتفاع على درجات الحراره اجواء حاره نسبيا بامتياز والمنطقه الشماليه 34 العظمى والصغرى 21 المرتفعات الوسطى 34 الى 22 والمرتفعات الجنوبيه 33 الى 21 والاغوار 39 الى 27 درجه مئويه وخليج العقبه 38-39 العظمى والصغرى بحدود 26 درجه مئويه المناطق الجنوبيه الشرقيه 35 إلى 23 أجواء حارة نسبية وأيضا المنطقة الشرقية أجواء حارة 38 إلى 25 درجة مئوية. يوم الأربعاء استمرار الأجواء الحارة نسبيا إلى حارة في معظم مناطق المملكة، المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 34 والصغرى 19، المرتفعات الوسطى 34 إلى 21، والمرتفعات الجنوبية 32 إلى 21، والأغوار 39 إلى 27 إلى 29 إلى 27 درجة مئوية عفوا وخليج العقبة 38 39 العظمى والصغرى بحدود 26 والمنطقة الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا 35 إلى 22 والمنطقة الشرقية أجواء حارة العظمى المتوقعة 40 والصغرى 24 درجة مئوية. يوم الخميس انخفاض قليل على درجات الحراره بحيث تكون الاجواء ما بين صيفيه عاديه الى حاره نسبيا، المناطق الشماليه 33 19، المرتفعات الوسطى 32 الى 20، المرتفعات الجنوبيه 31 الى 20، الاغوار 38 الى 26، وخليج العقبه 38 الى 25، الاجواء حاره في الاغوار والبحر الميت وكذلك في العقبه المنطقه الجنوبيه الشرقيه اجواء حاره نسبيا 35 الى 22 والمنطقة الشرقية اجواء حارة 39 إلى 24 درجة مئوية، يوم الجمعة انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تكون الأجواء صيفية عادية بشكل عام في المرتفعات الجبلية، حارة في الأغوار والبحر الميت وكذلك العقبة حارة نسبيا إلى حارة، المرتفعات المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 32 والصغرى 20، المرتفعات الوسطى العظمى 31 والصغرى 19. المرتفعات الجنوبية 30 إلى 19، الأغوار البحر الميت 37 إلى 25 درجة مئوية وأيضا المنطقة الجنوبية الشرقية حارة نسبيا 34 إلى 21 والمنطقة الشرقية حارة 39 إلى 24 درجة مئوية ويوم السبت القادم أيضا أجواء ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا المناطق الشمالية 33 و 21 هناك ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم السبت بحيث تكون اعلى من معدلاتها بقليل المرتفعات الوسطى 32 22 المرتفعات الجنوبية 30 21 الاغوار والبحر الميت 38 الى 25 وخليج العقبه ما بين 36 الى 38 العظمى والصغرى 26 درجه مئويه والمنطقه الجنوبيه الشرقيه 34 و 21 والمنطقه الشرقيه 38 الى 25 درجه مئويه. مشاهدينا شكرا للمتابعه الى اللقاء. النشره الجويه تاتيكم بالاشتراك مع سي المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري